للتعليق على آخر تطورات في فلسطين المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الكاتب الصحفي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بك سيد محمد. يعني اليوم وكما تعلم قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها في الأراضي المحتلة بقتل شابين فلسطينيين في قطاع غزة والآخر في جنين، إضافة إلى سيدة في المدينة القديمة بالجانب الشرقي من مدينة القدس المحتلة. السؤال هنا سيد محمد، هل وضعتنا في آخر تطورات المشهد الأمني وردود الأفعال على ما ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني؟ نعم، حقيقة المشهد في تصاعد. التقارير الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن خلايا منظمة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد نشأت في الضفة الغربية، وهناك بنية تحتية تتشكل، هذا بتقديرات و معلومات قد أفصح عنها هذا اليوم الإعلام العبري من خلال المخابرات الإسرائيلية. ما يحدث الآن في جنين هو محاصرة لخلية تقول قوات الاحتلال أنها تابعة لكتائب القسام. فجرا كان هناك اشتباك عسكري استشهد على أثره أحد الشبان. أيضا في القدس المحتلة بالتزامن مع هذه الجريمة في جنين أطلقت النيران على سيدة فلسطينية وقتلت بدم بارد بالقرب من باب السلسلة وهي خارجة من صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك. بالإضافة إلى ذلك هناك تصعيد أيضا بقتل الشاب في غزة. على كل الأحوال التجديدات الأمنية الإسرائيلية مكثفة في رام الله، وخاصة بعد أيام من اشتباك خلية القسام الشهداء في منطقة بيدو مع الاحتلال. وجود حاليا نتحدث وقوات الدبدوبان الخاصة الإسرائيلية متواجدة في منطقة بورقين في منطقة جنين في محاولة لاستكمال المهمات والمعلومات ومواجهة خلية القسام التي يبدو أنها أرهقت الاحتلال. سيد محمد، إلى سؤال آخر الآن، يعني المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أكد عدم شرعية الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. برأيك ما مدى تأثير هذا الاعتراف الأممي على عمليات الاستيطان المستمرة وأيضا هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين؟ هناك حالة نهوض سياسي دولي واضحة جدا تخص قرار الأمم المتحدة باعتبار أرض 67 المحتلة على يد الاحتلال بأنها أراضي محتلة وجب خروج الاحتلال منها، بما يشمل ذلك الاستيطان. لذلك الاحتلال الإسرائيلي وعبر حديث نفتالي بنت مع بايدن مؤخرا وكذلك حالة التلويح السياسي والأمني لإسقاط الحكومة في أوساط الأحزاب الإسرائيلية تتحدث عن أن حل الدولتين أو الخروج من 67 هو أمر معقد ويجب أن لا يتم. هذا دلالة على أن هناك ضغوطات دولية على الاحتلال لكي يكون هناك حل جذري لملف 67 وهذا ما يتم تداوله الآن في الإعلام الأمريكي. إلى السؤال الأخير الآن، يعني هل بات ما يعرف بمشروع حل الدولتين قابلا للتطبيق فعليا في ظل الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين واستمرار الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيد محمد؟ بشكل مختصر وموجز، أوجدت قوات الاحتلال والأمريكان اتفاقية أوسلو سيئة الذكر لكي يتم تهميش القضية الفلسطينية واعتبار الحكم الذاتي ل 11 محافظة في الضفة الغربية وغزة هي فقط فلسطين دون سيادة سياسية، وهذا يلغي حل الدولتين. الآن نحن كفلسطينيين هذا السؤال يجب أن يتوجه لنا، هل نحن بحاجة إلى أوسلو التي هي عبارة عن تسويق حياة يومية للمواطنين، شيكات راجعة، مشاكل وغير ذلك، أم أنه نحن بحاجة لسيادة ودولة؟ هذه الإجابة يجب أن تكون واضحة من الفلسطينيين كي يتم تطبيقها فعليا سواء في أرضية الأمم المتحدة أو حتى في المصالحة الداخلية وإعادة اللجنة الفلسطينية على أساس حفظ المقاومة وحفظ الحقوق التي كفلتها القوانين الدولية والتشريعات الدولية الصادرة من مجلس الأمن المتحدة. الكاتب الصحفي الفلسطيني محمد القيق، كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك.